ما هو الدعاء المستحب الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤيته لهلال شهر رمضان؟ جزاكم الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شهر هلال رمضان أو غيره من الأهلة يدعو ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء عند رؤية الهلال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.